خويا اللي غير بقى اللي بالي غيفوز في الانتخابات ديال هاد السنة هو بايدر، حيتاش هذا ترامب دار بزاف ديال المشاكل، واللي منهم ناض صداع في امريكا في الوقت هاد الازمة ديال كورونا، وبغاو الشعب الامريكي بغاو يرحل على البلاد. داكشي علاش انا اللي تنقول اللي تنظن يعني 90% غيفوز بايدن ما يكونش ترامب. يعني فيما يخص الانتخابات الأمريكية بين الرئيس بايدن وترامب، على ما سنعتقد أنها غادية في اتجاه الحسم في هذه اللحظات هذه، والاتجاه على ما كيبان حنا كعرب وكمسلمين كنشوفوا دابا الامباكت ديال هذا النجاح، سواء ديال ترامب ولا سواء ديال بايدن، علاقته بالمنطقة بما هو إقليمي عندنا في المنطقة، سواء الشرق الأوسط أو في بالنسبة لنا حنا شمال إفريقيا. كنظن على حسب البرنامج اللي جاي به الان بايدن، مخالف بطبيعه الحال اللي كاين به ترامب، السياسه خاصه فيما يخص السياسه الخارجيه اللي كتهمنا احنا بزاف، خاصه الان النقاش اللي كيدور فيما يخص القضيه الفلسطينيه وعلاقتها بترامب. كنلاحظوا ان هاد المساله ديال التطبيع، فهي احنا كمسلمين واخدينها بواحد الـ بواحد الـ بواحد الـ بواحد الـ بواحد الجديه وبواحد هذا، لذلك الاغلبيه انا كشخص فهاد كنحبب انه يدوز بايدن عوض ترامب، رغم ان الاتجاه راه كيبان لنا الى حدود الساعه كنتمناو انه يمشي في هذا الاتجاه ديال بايدن، باش نتمناو ان يكون الرجوع او العدول على هذه المساله ديال الاتجاه ديال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي. هذا فيما يخص القضيه الفلسطينيه. فيما يخص ما هو اقتصادي، كنظن ان فيما هو اقتصادي البرنامج اللي تكلم عليه بايدن غادي يكون يمكن على ما سنعتقد اهم بما جاء به ترامب، لان ترامب كان غادي بالسياسه ديال الاتجاه، كان غادي بواحد المساله اللي كما لاحظنا خاصه في الشرق الاوسط كان واحد الاستغلال اقتصادي للناس ديال الشرق الاوسط والدول العربيه. كنتمنوا ان في بايدن انه ما ينهش هذا الاتجاه اللي كان فيه ترامب، ومساله اقتصاديه احنا عندنا مهمه خاصه في هذه الظروف الاقتصاديه اللي كيعيشوا الان الدول المستضعفه او الدول شبه الناميه، ان في علاقتها كنعرفوا ان الولايات المتحده هي قطب تجاري مهم في علاقته مع كاع الدول العربيه، كنتمناو انه تكون صالح الدول العربيه فيما يخص ما هو اقتصادي، خاصه ما نعيشه الان في مع هاد الموجه ديال كورونا او الجائحه ديال كورونا. وشكرا. واخا بقاو واحد خمسه الولايات اللي يمكن ترامب يعتمد عليهم باش هذا يترشح، هادشي اللي نقدر نقول لك. جو بايدن لحد الان راه نقولوا راه وصل ناجح، واني يمكن يفزعونا ما نقدرش نقول لك. بالنسبه ليا ولا في النظر ديالي، وان مازال ترامب غادي يديها الولايه التشريعيه واحده اخرى. الاسباب كيبان ليا يمكن كما كنعرفوا ولا كنسمعوا بان راه اللوبي اليهودي في اي انتخابات تشريعيه ديال الامريكان كتلقاه هو اللي كيكون حاسم، وبالتالي فالمساهمه اللي قدمها ترامب اللوبي اليهودي كما تنسمعوا صفقه القرن او صفقه السلام ولا هذه، يمكن ما يمكنش يجي شي رئيس واحد اخر غادي يقدر يقدمها اليهود في الشرق الاوسط. وما عارفينش من القدام شنو غادي يكون، يعني حتى التطبيع دابا حاليا مع الدول العربيه غادي وكيتزاد، يعني بالتالي بان اللوبي اليهودي الى استمر ترامب غادي يقدر يمهد ليه باش تكون دولة إسرائيل في الشرق الأوسط بحال كاع الدول اللي كاينين تمايا. صراحة ما شفتش المعطيات الأخرى، أنا حدي البارح يمكن شي الوحدة ولا جوج الليل، شي ثمانية الولايات اللي شفت كانوا ثلاثة لعند ترامب وكانوا أربعة لعند بايدن، ولكن هادشي ما كيعنيش أن راه زعما انتخابات تحسمات في هذا الوقت، يعني ولا حتى راه قلتي أنت 59% قلتي ياك 59% ل 41، يعني راه مازال ما يمكنناش نهضروا على كاين واحد الفارق اللي مريح لبايدن او لا خساره يعني حتميه لترامب. بالنسبه لي انتخابات الامريكا العام يقدر تكون من صالح بايدن، على عام اللي وقع مؤخرا بالنسبه لترامب ما غاديش تكون مؤهلات باش غادي يديها المره الثانيه عاوتاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.